وطبعا انا هسالك لما بيكون فنان كبير وفي معجبات ونظره للناس، دايما المشكله اللي بتواجه الفنان انه من الناحيه العاطفيه الاستقرار والاسره ولا العلاقات العاطفيه؟ ونعرف ان انت قلت لا استطيع ان اعيش بدون حب في تجلياته المختلفه، فازاي التوازن ما بين الاثنين؟ اول شيء لازم يعني صلح العباره شوي دفاع عن وضعي الاسري، لانه احنا الاي ار تي مشاهد يعني بالشام، وانا راجع بكره ان شاء الله، ومفتاح البيت مو معي بصراحه. يعني احنا بنقول ده كلام برامج، احنا بنقول لام حازم ده كلام برامج بس يعني. لا انا قصدت بتجلياته المختلفه، انا يعني حقيقه بفهم الحب انه ممكن ليس بالضروره حب رجل لامراه، قد ياخذ تجليات اكثر، يعني ممكن ان يكون حب لارض، حب لمهنه، ممكن ان يكون حب لام، حب لاطفال. انا قصدت بالمعنى العام للحب، يعني لا يمكن انه انا بتقديري الانسان يعطي شيء اذا ما كان هو بحب اشياء كثيره في هذا العالم. بالنسبه للجانب الشخصي، يعني علاقتنا بالزواج بالاحرى، مفهوم الزواج والحب وعلاقه الفنان فيهم، الزواج هو مؤسسه يعني حقيقه لها شروطها، وكثير من الاحيان هي شروط صعبه. بالنسبه للفنان فيها حاله ظلم ليس للفنان، لحتى ما نساوي مثل كثير من زملائنا الفنانين يعتقدوا انه يعني الفنان ما لازم يتزوج مشانه، هو مو مشانه، هو ما لازم يتزوج لانه في ظلم. يا ايمن في كثير بيخافوا يعني من النساء ومن الرجال النجوم المعروفين. صحيح. يقول لك انا هتجوز هفقد جمهوري. لا انا بشوف لا، هو في ظلم للاسره، لانه انا برايي الزواج يعني زواج الفنان في ظلم لاسرته، لانه مهنتنا خاصة إذا كان الفنان طموح مشكلتها أنه الوقت فيها فعلا مترامي، والأزمنة ما لها شطآن نهائيا، دائما هي حياة عمل متواصلة، فيها جد، فيها كد، فيها قلق. يعني أنا بتذكر أني إذا رحنا صورنا لسبب أو لآخر ما قدرت أدي مثلا ملمح من شخصية ما أو مشهد ما زبط، فأكيد بالبيت حيدفعوا ضريبة كل هذا المزاج الصعب اللي بينتابني. هي حاله القلق، حاله القلق الدائم اللي بيعيشها الفنان انعكاساتها سلبيه الحقيقه على بيته، لانه البيت بالنسبه له هو متنفسه الحقيقي لواقعه.